عندنا الريبيد بروجريسيف جروميريو نيفرايتس او بيسموها كريسنتيك جروميريو نيفرايتس. كريسنتيك معناها شنو؟ هلاليه. كلمه كريسنتيك معناها هلالي. اذا بيسموها الريبيد بروجريسيف جروميريو نيفرايتس. لاقتنا بالمناسبه اثناء الكلام حول شنو الاكيوت بص ستريبتوكوكال. برضه بيدخل فيها الاميون كومبلكس. برضه شنو الاميون كومبلكس؟ ذا موست كومن كوز اوف ذا ريبيد بروجريسيف جروميريو نيفرايتس از اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. كده نقطتين غلطان. اذا اكيوت شنو؟ بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ده اول سبب ليها. يبقى قلنا انه كده بتتحول تبقى شنو؟ رابيد بروجريسيف. ودي انديكيشن فور شنو؟ فور بايوبسي. دي ما الانديكيشن للبايوبسي انه عيان جاك رابيد بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس فور تعمل شنو؟ بايوبسي. بعدها الثاني الهينش والليمبربرا والاي جي اي نيفروباثي ممكن برضه. بعد ذاك لوبوس نيفرايتس ومن برينو من شنو؟ من برينو بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس نيفرايتس برضه ممكن تسبب. العيان ميبي تكون ايديوباثيك. رقم اثنين ممكن تكون اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس هينش والليمبربرا اي جي اي جبل قلت عليك هينش والليمبربرا وعندنا شنو؟ الاي جي اي نيفروباثي. عندنا ثاني من ضمن الحاجات اللي هو قلنا شنو؟ الممبرينو بروليفراتيف جرامينو نيفرايتس وعندنا اللوبس نيفرايتس ده كله شنو؟ ممكن يعمل ليك. والجود بوستشر سيندروم. الجود بوستشر قلنا بيجي بشنو؟ بيتوفوا دم وبولوا دم الاثنين لانه عندهم انتي جروميليولر بيزمنت ممبرين وانتي الفيولر بيزمنت ممبرين الاثنين فهيضرب الالفيولا يضرب شنو؟ الجروميريولاي فهيتوف دم وهيبول دم. ده كده طوال اسمه عنده شنو؟ جود بوتشر سيندروم. ميبي ايديوباثيك بالمناسبه. ميبي شنو؟ ايديوباثيك. الباثولوجي اللي حصل شنو؟ انه بسبب جهاز المناعه حصل ديبوزيشن للفايبرين. ده كان ده كده الجروميريولاي حصل ديبوزيشن للفايبرين في المنطقه دي بقت سميكه بقت تشبه شنو؟ الهلال. فعشان كده سموها كريسنتيك. كريسنتيك تشبه شنو؟ الهلال. وبيكون البيزمنت ممبرين شنو؟ حصل فيه دمج دمج ان ذا بيزمنت شنو؟ ممبرين. طبعا دي عشان تشخص محتاجين نعمل اول حاجه كومبلمنت ليفيش. هتلقى شنو؟ نورمال ولا لو؟ نورمال. The complement is normal. لكن اللي بيأكد لي انه دي رابيد بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس is biopsy. عشان كده طوالي ما قعدت لفته. طوالي complement normal C3 تطلب شنو؟ رينال بايوبسي. دي اللي بتأكد لينا. كده شنو؟ اللي بتأكد لينا. طبعا بتدوم شنو؟ بالنسبه للعلاج تريد ذا اندرلاين كوز. يعني اذا جاب اكيوت بوست ستريبتوكوكال بنعالج الاكيوت بوست ستريبتوكوكال بالاي بي سي دي كلام اللي قلنا قبل. ثاني وعدك شنو؟ ممكن نديهم ميثايل بريدنيسيلون. اذا تريد الكوز تريد ذا كوز. ثاني نديهم شنو؟ ميثايل بريدنيسيلون. ده شنو ده؟ ده ستيرويد. كريدوم ميثايل بريدنيسيلون كويس جدا. بعد ذاك اذا ما نفع معاهم بيضيفوا له اورال بريدنيسيلون. اورال حبوب بريدنيسيلون بتعرفوها صح؟ قاعدين نتكلم دي بس الازمه. طيب كل الكلام ده ما نفع نعمل بلازما اكسشينج لانه جهاز المناعه بيكون شنو؟ في انتيبودي كثيره. ما نفع معاهم بنديهم سايكلوفوسفامايد. سايكلوفوسفامايد. اخر حاجه ممكن ندخلهم في البيولوجيكال ايجنت زي منو؟ زي الريتيوكسي ماب وانتي دي ان اي انتي تيومر نيكروزيس فاكتور ثيرابي. اسمه ريتيوكسي ماب. ريتيوكسي ماب ده حيلاقينا سموها باي. بعدين حذكركم ليها اقول لكم دي لقيتكم وين وما حيتذكر ما حيتذكر اقول لكم. الرابيد بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس بيكون فيها شنو؟ يديهم ريتيوكسيماب اسمه بايو
لوجيكال ايجنت ريتوكسيماب، وعندنا انتي تيومر نيكروزيس فاكتور. انتي تيومر نيكروزيس فاكتور ما نفع الكلام ده كله، تعمل له شنو؟ دياليسيس. كده انتهينا. اذا ذيس تريتمنت اوف ذا شنو؟ رابيد بروجريسيف جلوميرولو نيفرايتس. في حاجه الهيموليتيك يوريميك سيندروم دي قريبه ليه يعني، ما بعيده منا برضو، وهي بتعمل شنو؟ بتعمل جلوميرولو نيفرايتس، لكن شنو؟ ويز نورمال كومبليمنت. مش قلنا نورمال كومبليمنت هيموليتيك يوريميك سيندروم؟ الكلام فيها اللي بيخصنا انه هي اشهر انواع الجلوميرولو نيفرايتس الكوميونيتي اكويرد. جبال قلنا اشهر انواع الكرونيك هي منو؟ الكرونيك اي جي الاكيوت اكيوت بس ستريبتوكوكال. الكوميونيتي اكوير اللي هو هيموليتيك يوريميك سيندروم يسموها اتش يو اس. دي كوميونيتي اكويرد جلوميرولو شنو؟ نيفرايتس، وبتعمل شنو؟ اكيوت كيدني فيليا اللي هو الاكيوت كيدني انجري. دائما بتكون ان ذا ادلت ولا ان يانج؟ ميلي ان ذا يانج تشيلدرن، ميلي ان ذا يانج تشيلدرن. التتميز بثلاث حاجات بيجم مع بعض. اول حاجه بتجي به مايكرو انجيوباسيك هيموليتيك انيميا، ترايات، عندها ترايات. مايكرو انجيو بسيك هيموليتيك انيميا دي اول حاجه. مايكرو انجيو بسيك هيموليتيك انيميا دي واحده من شنو؟ من الهيموليتيك انيميا. العيان ثاني بيجي به ثرومبو سايتوبينيا اللي هو نقصان في البليتلت. ثرومبو سايتوبينيا. اخر حاجه بيجيب بها رينال انسفيشنسي. الرينال بتكون شنو؟ ما شغاله كويس. اذا الثلاثه اللي لقيتهم مع بعض ده العيان خش في شنو؟ اتش يو اس هيموليتيك يوريميك شنو؟ سيندروم. تمام؟ الثلاثه دي يكونوا شنو؟ مع بعض. طيب الاسباب بتاعتها مي بي انفكشوس مي بي نان انفكشوس. ذا انفكشوس ممكن يكون شنو؟ العيان جاي بمشاكل بتاع الدياريه، واشهر حاجه بتعملها لنا ذا تيبيكال هي شنو؟ الايكولاي. ايكولاي او شيجيلا، او مي بي يكون شنو؟ طفل يشربوا لبن واللبن ده كان شنو؟ ماما بستر كويس. عرفتوا؟ طيب عندنا تاني في حاجات ممكن تعملها جينيتيك لكن ما شايع، زي الفون والبران شنو ديزيز، فون والبران ديزيز، او مشاكل في بي 12 ميتابوليزم. لكن الشهير بس عارفوا انه شنو؟ انه ميبي بعد شنو؟ بعد الانفكشن ميلي دايريا. بيش نجي بدايريا طفل بيجي باسهال شديد، انت مش تبحث تلقى عندي شنو؟ الايكولاي بوزيتيف، يعني في الكالشر في شنو؟ ايكولاي ولا شيجيلا. كيف تفرق الشيجيلا من الايكولا؟ بالكالشر، وثاني بالتايب اوف شنو؟ دايريا. الووتري دايريا ميل شنو؟ بتكون شنو؟ ايكولاي ساي. لكن لو بقى شنو؟ الديزنتري، الديزنتري تايب، الهيموريجيك تايب، ممكن تعمل شنو؟ دم عادي صح؟ المهم يعني الشيجيلا بتعمل شنو؟ الشيجيلا بتعمل ديزنتري، واما الايكولاي في الغالب بتجي شنو؟ ووتري دايريا، لكن في بعض المرات بتجي به برضه شنو؟ بلودي دايريا. ما علينا بها. العيان بيجي يشكي من شنو؟ اول حاجه التوتال حيكون هاي ولا حيكون لو؟ التوتال حيكون هاي. ليه؟ ما قلت انفكشن اسي؟ انفكشن. اذا التوتال بيكون هاي. التوتال هاي. التوتال هاي
والبلاكت تكون شنو؟ لو يعني لو انا طلبت سي بي سي بلقى التوتال هاي مين اللي في التوتال ازاي شنو؟ نيتروفيل بكتيريال انفكشن. This is bacterial infection. المهم بهم ليش انه عنده اليوكو سايتوزيس، بيكون عنده اليوكو سايتوزيس. اذا في الفحوصات تطلب شنو؟ سي بي سي، وفي السي بي سي بتلقى فيه ثرومبو سايتوبينيا وبتلقى اليوكو سايتوزيس، ميبي تلقى شنو؟ انيميا، ميبي تلقى انيميا. ولو لقيت انيميا بتلقى معاه شنو؟ عن هنا انت لو قلت لك في انيميا وهيموليتيك انيميا معناها بتلقى ريتيكولوسايتوزيس، بتلقى الريتكس هاي، وبتلقى في انيميا، وبتلقى في ثرومبوسايتوبينيا، وبتلقى التوتال هاي. ده كله فايندينج بلقاه في شنو؟ في السي بي سي. يعني التوتال هاي الوايت بلس سيل اللي هو التوتال هاي مينلي نيتروفيل، الريد بلس سيل بتكون شنو؟ لو، اللي بيكون في شنو؟ الهيموجلوبين لو، وبيكون الريتكس ريتيكولوسايت شنو؟ هاي، لانها هيموليتيك شنو؟ انيميا. البلاكت بتكون شنو؟ لو. الكومبليكيشن حقاتها بتعمل فيليرز اللي هو اكيوت رينال فيليا، اكيوت هارت فيليا، الاثنين بتعمل اكيوت رينال فيليا واكيوت هارت فيليا، ممكن تدخلنا في شنو؟ في انكفالوباسي. اذا ثلاثه شنو؟ كومبليكيشن. هل بتتعالج؟ ايوه، كل ما العيان البريزنتيشن بتاعه بتاع الهيموليتيك يوريميك سيندروم كان بدري، كل ما كان الكيوريتيف شنو؟ افضل. بدون شنو؟ اكورد اللي الحاجه الجبيه. يعني شنو؟ يعني بنعالج البليتلت براها، بنعالج الار بي سي براها، بنعالج الاكيوتين الفيليا براو، يعني شنو؟ اكورد اللي الحاجه الجبيه بنعالجها. اذا تريد شنو؟ ذا اندرلاين كوز. اف ذا كومبليكيشن تريد شنو؟ الكومبليكيشن. ما اظن فيها شنو كلام ثاني. عندنا برضه ديسيز معاهم الالبورت، عشان انتهيها مره واحده. الالبورت قاعد يجي فيها سؤال كده لانه عندها اكسترا رينال مانيفستيشن، يعني ما بتجي مشاكل كليه بس، عندها مشاكل ثانيه، ودي اللي بتدوج هزول في الامتحان اصلا حتستبعدها. سموها شنو؟ البورت سايندروم. ذا البورت سايندروم العيان اصلا هي شنو؟ هي عباره عن ديسوردر ملتي سيستميك، ما سيستم واحد، ملتي سيستميك، بيكون هي هيردياتري، ممكن شنو تكون متوارثه. العيان بيجي بيشكي من ثلاثه مشاكل، مشاكل بتاعت كليه، مشاكل بتاعت السمع، مشاكل بتاعت نظر. ثلاثه، كليتك، عينك، أضعنك، الثلاثة مع بعض. بيكون عنده ديفنس، اي بروبليم، اند نيفرايتس. الثلاثة مع بعض، ذيس از البورت سيندروم. إذا بيجوا بشنو؟ نيفرايتس، بيجوا يشكوا ثاني من شنو؟ من ديفنس، بيجوا يشكوا من ثاني؟ اي شنو؟ ديسوردر. الثلاثة مع بعض this is Albert syndrome. ثلاثة هي ملتي شنو؟ ملتي سيستم ديسوردر. المشكلة دائما في شنو؟ في جين، في جين، والجين بيأثر على نوع معين من الكولاجين اللي هو كولاجين تايب 4. Albert كولاجين تايب شنو؟ 4 مكتوبها كده، كولاجين تايب 4. طيب لو كانت في الاسره هي بتكون دائما في الغالب ميبي اوتوسوم ريسيسيف، ميبي اوتوسوم دومينانت، ميبي اكس لينك، يعني حاجه كده ما بتجي مع ناس معينين. البرزنتيشن بيجوا بهيماتيوريا، هيماتيوريا، اي عيان عنده البورت عنده هيماتيوريا 100%. العيانين اللي بتقول عنده البورت بيقول شنو؟ بيقول دم. الحاجه الثانيه بروتين يوريا، بروتين يوريا. الدفنس بيجي في 90% من الاولاد اكثر من البنات. بالنسبه للاي بروبلم بيكون عندهم اوكلر اب نورماليتي، اوكلر اب نورماليتي.
اللي هو بيكون شنو الكورونيه دي بيحصل فيها كورونيال ايروجن. الكورونيه دي بيكون فيها شنو ايروجن. والماكيولا برضه بيكون فيها شنو فيها مشكله. اذا مشاكل في شنو في عينينه مشخصهم بشنو؟ اول حاجه فاميلي هيستوري وسكرينينج. تعمل سكرين. اذا فاميلي هيستوري فاميلي هيستوري مهم في الاسره في دول عنده اي في خلاص تعمل شنو سكرين. وبتعمل ثاني شنو فحص للسمع بيسموه شنو اوديوجرام. اوديوجرام بالنسبه للشوف تعمل له شنو تعمل اوفثالمولوجي اسكان. مولوجي اسكان دي كده شنو بشخص العيان ده عنده شنو ألبرت سيندروم. العلاج ما في سبيسيفيك ثيرابي لألبرت سيندروم، لكن نحن بنعالج شنو المشاكل بتاعت الكليه. اذا عيان خايف له من انه يخش في النفراتيس اكتر وتبدا اقعب وكده بنديه اي سي اي. اذا اي سي اي انهيبيتر دي كويسه جدا بتحسن من شنو من النفرايتس. بعد ذاك شنو نعالج الرينال فيليا. انا اخش في الرينال فيليا بيعالج بشنو الرينال فيليا يا جماعه. الرينال فيليا من الساعه عشان ما تقعدوا تفكروا كثير ونقصيكم. اي رينال فيليا كونزرفاتيف دياليسيس رينال ترانسبلانتيشن. الثلاثه كونزرفاتيف دياليسيس رينال ترانسبلانتيشن. اي رينال فيليا كونزرفاتيف و دياليسيس واخر حاجه شنو رينال ترانسبلانتيشن. في مشكله يا جماعه؟ اذا ده كل الكلام حول الجلوميرولونيفريتس والهيماتيوريا والامراض المصاحبه والمستقبل.